أنا بوجهة نظري سوريا بلد فقير، يعني على عكس ما ندعي نحن السوريين. فأنا صعب علي أني أصرف وقت بشيء أنا مقتنع أنه هو غير عقلاني، وأنه في الحصيلة يعني الأبواب مغلقة أمامه. لأنه أنا بعتقد أنه المثقفين هن اللي بيحملوا الضمير العام وبيحملوا الأهداف الكبرى، وممكن أنه يشكلوا المثال بلحظة معينة. وهذا الأمر كان النظام السوري حريص جدا أنه ما يتشكل. والله هذا السؤال صعب. أنا بسمي هاي المعارضات اللي يعني نمت خارج سوريا وطريقة عملها أشبه بطريقة سوق الهال. كل قراءتهم السياسية كانت خاطئة، على مستوى تحليل العلاقات الإقليمية والدولية، على مستوى رؤيتهم للنظام السوري وشو ممكن أنه يتصرف النظام السوري، على مستوى معرفتهم بالمجتمع السوري وبالشعب السوري. يعني في جهل حقيقة على كل هاي المستويات. ما بنسمع غير الصراخ والشعارات والمزاودات الفارغة اللي هي غير قادرة أنه تبني عش، مش تبني دولة يعني. ووصلت بالحصيلة بتحليلي أنه المجلس الوطني سوف يرتطم رأسه في الحائط بعد شهرين. لما بتشكل حكومة برا أرضك معناها هي بلا قيمة. هاي الحكومة اللي عم تتشكل، إذا بدها تتشكل يفترض أنه تتشكل نتيجة توافق قوى المعارضة. طيب أنتوا ما زلتوا، كانت هيئة التنسيق بطرف، المجلس الوطني بطرف، القوى الكردية بطرف. ويعني أصلا أول ما شكلوا الحكومة أول مسألة فكروا فيها قبل كل هاي المسائل اللي عم بحكي عنها، أنه كيف يزبطوا المكاتب ويزبطوا سيارات للوزراء، يعني وكأنه هيك بتنحل المشكلة. ناس بيديروا البلد مثل ما يعني رؤساء الحارات بيديروا الحارة، ما بيديروها بعقلية رجل الدولة. مو اليوم بعد 10 سنوات بنعمل ندوة سوريا إلى أين؟ هذا الأمر كان يفترض بالألفين وإداعش، بآذار 2011. لما بقول أنا أنه الحل سياسي ليس على شاكلة يعني تصريحات هي البراغماتية والتافهة للأمم المتحدة ولدبلوماسيي الدول وحتى للمعارضة السورية، إنه الحل في سوريا سياسي على صيغة يعني مسرحية شاهد ما شافش حاجة لعادل إمام لما حكى مع برعي وقال له أنا لو منك أجي الصبح وحط لفحة وأقعد مكان القاضي. ما في شخصية اليوم بالمعارضة السورية بتحتكم أو بتحكي باسم 10 سوريين. 10 سوريين أغلبية اللي موجودين بالمعارضة ما في حدا منهم ما صرح النظام ساقط بعد أسبوعين، النظام ساقط بعد شهرين. هذا اللي اسمه قصر نظر. يعني مثلا بتشيكوسلوفاكيا بتشيك بلحظة معينة اللي قاد الثورة وصار رئيس جمهورية ما له علاقة بالسياسة، لكن امتلك هذا الحس. لك السياسي أهم مسألة فيه هي الإحساس. لما واحد بيولد واسم والدته عروبة ما بتأثر فيه هاي المسألة؟ بدها تأثر فيه طبعاً.